نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتجهيز 100 عروس من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار يدوم الفرح. وقدم محافظ بني سويف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة حياة كريمة، والتي من ثمارها مبادرة يدوم الفرح التي تفتح أبواب الخير والسعادة لبنات وأبناء المحافظات وفتيات مصر. نحتفل بتسليم بعض الأجهزة الكهربائية لبناتنا اللي إن شاء الله خلال الأيام الجاية هيتم عقد قرارهم من بنات بني سويف. 100 عروسة كانوا معانا، والأهم من النهاردة إن إحنا قبلها بيومين كنا بنعمل لهم إرشاد أسري علشان خاطر نضمن إن شاء الله إن البنات دول لما هيتجوزوا عندهم القدرة إن هم يديروا بيتهم بشكل صح، عارفين حقوقهم وعارفين واجباتهم، فإن شاء الله يعملوا لنا أسرة صالحة. وهو ده الهدف الرئيسي من مبادرة حياة كريمة، تغيير الوعي المصري بالكامل. مبادرة يدوم الفرح هي مبادرة ابتدت في محافظة أسوان لما جوزنا 100 عروسة في شهر 3 اللي فات، وبدأت وبعد كده دخلنا محافظة الغربية جهزنا 200 عروسة، والنهاردة احنا في محافظة بني سويف بنحتفل بتجهيز 100 عروسة أكثر احتياجا في محافظة بني سويف. بنجهزهم بالاحتياجات الأساسية بالأجهزة الكهربائية بتاعتهم، تلاجة وغسالة وبوتاجاز وتلفزيون وشنطة للاحتياجات الشخصية للعروسة.